السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معكم كيطمة ديال الوليدات. عندي هنا ولدي في عمره 11 عام، غندير له كيطمة. هذا توب سميتو مونطوني ديال الكيطمات، كيكون ما غليتش بزاف وما رقيقش وكيتيري شويه. هنا عندي التوب انا يطويته على جوج، هذه هي الحاشيه ديالو، واللي طويته هنايا على أربعة. غندير هنايا العرض ديال الحوض ونزيد عليهم 3 سنتيم. هالحاشيه ديالو عندي هنايا، هنا فين وصلت الحاشيه باش يبان لكم، حيت الكحل مع الكحل ما كيكونش باين. غادي نخلي هنايا غنخلي العرض ديال لاستيك ديالي، غادي نخلي هنايا 7 سنتيم. وهنايا الهبطه اللي غادي نهبط ديال الحرده ديال السروال، غادي نهبط 14. عندي في الحوض 26، هنايا غنخرج 3 سنتيم. ها هي فين خرجتها، صافي. غادي نهبط من هنا للركبه. الطاية السوندار كتكون 56، هنا غادي نهبط له 52. هنا هادي الخط ديال الركبة، هذا غندير هاد الخطوط باش يبان لكم. الركبة عندي 22، هنا غادي ناخد الطول ديال السروال. قلت غادي نديرو غندير فيه الباندا من التحت. عندي في الطول ديال السروال 89، غادي ندير فيه هنايا 83، ونزيد 2 سنتيم ديال الخياطة، حتى تنكل من هذا سنتيم من هنايا ديال اللي غتنسق مع الباندا. غندير 84، العرض ديال السروال من التحت غادي ندير فيه 17، صافي. وغادي نسير هاد النقط هادو. البطنة ندير 25، صافي. غادي نطلع من هنا واحد 6 سنتيم وندور هكا بحال اللي كنديرو الدورة اللي كنديرو في التركيز. هنايا هذا ديال الأمام، دابا راه طراسيت غير الجهة ديال الأمام. هنا غادي نقص واحد 3 سنتيم ديال الامام اللي كتجي هابطه، حيت الامام راه كيجي هابط على الخلف. انا نقص هنايا 3 سنتيم، صافي. دابا غادي نقطع الجهه الفوقانيه. ولا هادو واخا هادو راه كيجيو قد قد، هنا نقطع حد هنا ونولي نقطع غير الجهه الفوقانيه. صافي هنايا غادي نجي غادي نخرج من هذا الخط، هذا غادي نخرج 6 سنتيم، حيت هادي طاية صغيرة. طاية كبيرة نخرجو 8 سنتيم. غنهبط هنايا واحد 1 سنتيم باش ملي نجي نخيط هاد البلايص هادو كيجيوني متقادين، مكيجيوش ناقص. صافي نجي لهنا جهة الركبة، نخرج 2 سنتيم، نجي لهنا ونخرج 2 سنتيم، وغادي نصيل هاد النقط هادو اللي درت. هاد الطريقة هادي راه ساهلة، بلا ما نديرو الباترون نضيعو الوقت ديالنا، وراه كيجي نفس الطريقة بحال اللي كديرو الباترون، مكيجيش شي ديفو ولا شي حاجة.
هذا السروال ديالي، تحت الركبة واحد 5 سنتيم. غادي ندير واحد التقطيعة، التقطيعة كتجميلية وصافي، اللي ما بغاش ما ديرهاش. انا غنديرها هنايا باش داك الباندا غنشدها من هنا لهنا، وهاد البلاصة التحتانية ما غتجينيش فيها الباندا. بغيتوش ديروها ما ديروهاش، ماشي ضرورية هاد. هذا السروال ديالي غنفصلو دابا الباندا، نحيد 3 سنتيم اللي خليت قبيلة ديال الامام. هادي ديال الامام وهادي ديال الخلف. هنا غادي نفصل الكطمة فوقانية، غادي نطوي العرض اللي باغا في اللي عندي في الصدر. صافي، ندير الكتاف فيهم 18، نزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا غادي نهبط 2 سنتيم، هيا نهبط هنايا 19 ديالي. غادي ندير خط هنايا من هاد النقطة لهاد النقطة، ونحط العبار ديال الصدر ديالي 26، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا الدورة ديال العنق غندير 7، ونهبط هنايا في ديال الخلف 3 سنتيم، ونصل هاد النقطة هادي. عندي في الطول ديال الكابيتشو ديال القبية الفوقانية فيها 59 هنايا، وغندير لها الباندا. غادي نقص 5 سنتيم، غندير في الباندا 5 سنتيم هنا. ندير خط هنا مستقيم، هنا بالنسبه للوليدات راه ما كنديروش داك الدخله ديال البطن. صافي، غادي نهبط نيشان. صافي، غادي ندير الدوره ديالي هنايا، نهبط هنا هكا. هنا غادي نحيد الظهر، نحيد الخلف، هذا الخلف ديالي انا ساليت به. غادي نجي لهنا للامام، وغادي نهبط هنايا 8 سنتيم، وغادي ندير هاد الدايره هنايا، غيكون لاصق لينا. غنديرها بالقب، هنا نقص 1 سنتيم، هذا المنتصف هذا غادي نعلمه هنايا، غادي نطلع هنا 21 سنتيم ونعلم المنتصف، حيت غندير له الجيب هنا في الوسط، داك الجيب اللي كيجي شاد هنايا في النص ديال الكابيتشو، باش من يجي يركبو يبان ليا المنتصف ديالو لهاد الطريقة هادي. هنا غادي نركب داك الجيب. صافي، دابا غادي نعبر التركيز ديالي، عندي 24. هنايا خديت الكمامة غناخدهم من هاد الطرف اللي شاطولي في الجن. هيا الجهة هادي راه عندي مسدودة، عندي في الطول ديال الكمام 56، غندير لهم الباندا هنا نحط 51،
صافي غنجي لهنايا، انا هبط سعود. هنا الدرع عندي فيه 18 وزيد سنتيم ديال الخياطة. في المونش غادي ندير 14 هاد المسافة. هادي غادي نقسمها على جوج، وهادي على جوج، وهادي على جوج. غنخرج من هنا سنتيم، وغندخل من هنا سنتيم. من هنا راه عندي مسدود، غادي نحلو. صافي هادو هما الكمام ديالي. دابا غادي نقطع البندات ديال الكابيتشو ديال الكمام. انا راه عندي التوب هذا راه كبير، كان عندي فيه شي 4 متر. بالنسبه لهاد الكيطمه هادي راه ما تدخلش بزاف ديال التوب. غتاخدو الطول ديال السروال والطول ديال الفوقاني. صافي وتاخدو القب، تاخدو 40 سنتيم ديال القب. صافي راه كافي بالنسبه للثوب. هاد الباندات والكمام راه كيخرجوا لنا غير من العرض اللي كيشيط لنا، حيت هاد الثوب هذا راه كيكون فيه المنكب كبير، كيكون 2 متر ونص وزياده، شي متر و70 فيه. دابا غادي نخرج الباندا نشوف واش غتكفيني هنا الباندا ديال الفوقاني. غندير باندا ديال الكمام، غندير فيها 8 سنتيم، 2 سنتيم غتمشي لي في الخياطة. هنا راه عندي جوج باندات، غادي نفرقها على جوج. هادي ديال الكمام، دابا غندير ديال السروال. هنا غندير الباندا ديال السروال، غندير في العرض ديالها 12 سنتيم. الطول غادي ندير 18 وغادي نقسمها على جوج. صافي هنا عندي جوج باندات مادو، درا غادي تقسم هكا على جوج. هكا غتجي في السروال من التحت طوي على جوج، باقي لي القب وجياب. ندير غير جيب واحد في الوسط، طوي الثوب على جوج. هذه هي الحاشيه ديالو عندي. غادي ندير في الطول ديالو غندير 31، العرض هنايا غندير 24. هنايا غادي ندخل واحد 4 سنتيم في القنت باش يجيني مداير، وهنا غادي نطلع 7. الدوره ديال القب غنعبروا الدوره شحال عندنا فيها. غندير انا هنا فيها 23، غادي نهبط هنا واحد سنتيم. الا بان ليا دابا نغلفو، ندير له الغلاف من الداخل، اما في البيض اما بنفس اللون في الكحل. غادي نفصل دابا الجيب. هنا غادي ندير في العرض ديالو، راه عندي على جوج هنايا، ندير في العرض ديالو واحد 30 سنتيم. هنا راه طويتو على جوج، غندير 15. الطول ديالو هنايا غادي ندير 27. الخياطة بكلشي.
هذا هو الجيب ديالنا، غادي نجي نخليه على جوج وندخل داك الدخله اللي كتجي هكا في غتحشى اليد، وندخل من هنا 6 سنتي، وهنا غادي نهبط 13 صافي، وغادي نجي داير ندورها هكا بيدي على هاد الشكل. صافي هذا هو الجيب ديالي، هنا غادي تخيط مع الثوب ان شاء الله في الخياطه، غادي نشوفو كي غنديرو له. صافي هنا هذه هي الكيطمه ديالي، الباندات وكل شيء هنا في الصنه، القب ان شاء الله غنشوفو الطريقه ديال الخياطه. غندير داك الباندا ديال الكابوتشو من التحت، هنا عندي فيها 26 وغندير في الباندا غندير فيها 23 باش تجيني مجموعه شويه، ها هي 23، هذا غير ربع، ودايره هنايا الباندا راه دايرها على 4، غندير في العرض ديال هاد سعود بالخياطه وكلشي. صافي هذا الباندا ديال الكابيتشو من التحت، هنا جوج قطع، وحده ديال الخلف وحده ديال الامام، غيكونوا على جوج. والقبه غادي نفصل له التبطين ديالو ونديرهم دوبل، وغندير فيه السيور من الداخل. كنحط القب على القب ونفصلهم في خطره، هنا عندي جوج باش نغلف به. صافي هذا هو الباندا ديالنا والقب، ما تنساوناش من الدع، واللي مازال ما شاركش يشارك معنا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.